السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، نشكركم على الاستضافة والسلام لكل متابعي قناة. شكرا لك سيد بعلام. إذا سيد بعلام، نريد أن نتحدث ونستفسر عن هذه يعني الأخيرة، زيادات معتبرة ستكون في أسعار المياه المعدنية، ربما ما هي الأسباب التي ستدفع لهذه الزيادات؟ تفضل. تفضلك. مشكل هذا الرسم اللي خرجوا فولدولو في قانون المالية 2021، والذي يمثل 2 دينار عن كل مستخرج من الآبار للصالح الصناعي. احنا كجمعية كنسبر بوسون ألجيري شغل درسنا كل المسؤولين، خبرناهم بهذه المادة، المادة 139 من قانون المادة 17 لسنة 2038، وعدل بموجب المالية سنة 2003 وسنة المالية سنة 2005، والمعدل آخر تعديل هو في قانون المالية سنة 2016 المادة 48، دارت 1 دينار للتر. احنا المرسوم التنفيذي خرج في 6 نوفمبر 2016، نددنا ورسمنا السلطات العليا للبلاد وخبرناهم باللي شغل آثار هذا الرسم على الهامش، شغل يعتبر يمدعو السلطات العليا وعرائس الوزير الأول الذي رسمنا خلص في هذا القانون المالية ليأخذوا إجراء يبلوكيو اسمه بونجو دي لابليكاسيون دو سو تيكست دو لوا. كنت تسمعوني؟ سيدي الفاضل، على ما يبدو أنه هناك خلل يعني في المكالمة الهاتفية، إذا كان ممكن أن تغير فقط المكان حتى تتضح المكالمة أكثر. نعم، سنمر إلى موضوع آخر ونعود إلى المكالمة. نعم هو معي، شكرا. إذن سيدي الفاضل، نتحدث دائما عن زيادة معتبرة ستكون في أسعار المياه المعدنية، قلت أنه الأسباب يعني هذه الزيادات بالنسبة لك وبالنسبة للخبراء المختصين أنه هي جاءت في ربما رسم صناعي على الماء المعلب في قرارات، وكذلك جاءت في قانون المالية 2021. حتى نوضح، وزارة التجارة تقول أنه لا زيادات في قرارات المياه، أسعار قرارات المياه. شوف، واحد لازم كيما قلت لك، هذه سي دي كالكيل ايكونوميك. احنا المشكل هذا احنا نددنا به في سنه 2016 كي خرج كيعدوا الماده 48 من قانون الماليه لسنه 2016، خرج مرسوم تنفيذي في 6 نوفمبر يحدد رسم على المياه المعدنيه والمياه المنبع برك. نعم. سينياليا سي جوست بور لو مينيرال اي لوت سورس اي نو لي بواسون ايتترا. داروا بلي قانون المالية هذا قال لك 1 دينار للليتر. حنا قلنا لهم بلي 1 دينار سي اسي كونسيكون، لو مينيرال سي ان برودوي سونتي، نورمالمون يفو انكوراجي لا كونسوماسيون دي زو مينيرال في الجزائر باش من بعد كما قلنا يقدر على الامراض هذه المعديه وكذا. ومن بعد هما كي داروا هذا القانون حنا رسمناهم، ومن بعد وزير الصناعه صرحت لنا في اجتماع مع الكونسر الجيري قلت بلي غادي نتدخل ونشوف كيفاش نحل المشكل هذا في ابيرو. ومن بعد حنا اندهشنا في سنه 2021 كنشوفوا بلي شغل زادوا لها بواحد دينار، شغل بزياده بالمئة بالمئة. اذا نعطيك اكزومبل، مثال صغير جدا. نعم. قاروره تاع 5 لترات و 5 لترات تاع الماء المعدنيه. تحدد قيمه الرسم هذا في 5 لترات 18 دينار فاصل 61 رسم. امبوسيبل تكون عندك لي مارج بينيفيسيير دو 13 دينار 60 طيار، محال. طيب، هذا تعتبر كلها رسم. اذا انا عامل نعم، تفضل. كونتون تي 13 دينار 60 طيار كوميتون اون تاكس ديريكت سور ان برودوي كي يتباع باغ اكزومبل الي 44 45 دينار سورتي يوزين. يرحم بابك، الواحد يكون واقعي. ناخذوا لي ماتيير بريمير راهم زادوا 2016 لوغموتاسيون دي ليكتيفيتي دو غاز تاع 2016 ونا بي سوبورتي، بصح درك 2 دينار ولا 1 دينار هذا ناشدوا السلطات العليا على راس الجمهور. نعم. نعم سيد أبو علام، خلال أظن في هناك